أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حوالي 500,000 إسرائيلي غادروا مدن ومستوطنات الجنوب منذ بدء شن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى. وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تم إخلاؤها من سكانها، كما تم إخلاء أكثر من 20 تجمعا سكانيا في شمال إسرائيل. هذا وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني ليصبح عدد القتلى من الجنود حتى الآن 299 جنديا، حيث ذكر من بين الجنود القتلى جنديات أيضا. هذا وتكثف المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ إلى المدن والمستوطنات الإسرائيلية الغاشمة، كما يشن حزب الله هجوما على المواقع الإسرائيلية على الحدود اللبنانية.